إذن يوم يتذكر الإنسان ما سعى، عندما تحدث الطامة الكبرى، وانظر إلى اللفظة الطامة، نحن نقول في اللغة عم وطم، كناية عن الشمول والاستغراق. فهذه الطامة الكبرى عندما تحدث النفخة الثانية يستيقظ أو يبعث الإنسان. الآن الروح تكون قد اكتمل اندماجها بالجسد، فعادت الذاكرة تماما. يدرك الإنسان الآن أنه في حالة بعث بعد موت. وهنا سجلت سورة ياسين موقف للكفرة الذين يبدأوا بالولولة: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذا يوم القيامة، يومئذ، يوم أن ينفخ في الصور النفخة الثانية، يتذكر الإنسان. يتذكر الإنسان، أي إنسان؟ مطلق الإنسان، هذا اسم جنس. يتذكر الإنسان ما، هي اسم موصول، يعني الذي سعى. وقلنا السعي هو حركة الإنسان في اتجاهات معينة. أنا أسعى بين الصفا والمروة، أنا أسعى لكسب الرزق، أنا أسعى لنيل درجة علمية، أسعى للزواج، أسعى لبناء مؤسسة تجارية، أو أسعى في الجانب السلبي، أسعى في الظلم، أسعى للسرقة، للفساد، أسعى إلى ما إلى ذلك. إذن يتذكر الإنسان، كل إنسان. ثم يحدث في ذلك المقام أن تبرز الجحيم، والجحيم اسم من أسماء جهنم، النار، أو أنها صفة لجزء من جهنم، جزء من النار يسمى بالجحيم. ويبدو أنه من الأجزاء التي فيها قسوة وفيها تعذيب مختلف حقيقة، لأن ذكر هذا الاسم في هذه السورة التي تتكلم عن التكبر والطغيان مناسب للسياق ومناسب للمقام. إذن برزت الجحيم لمن يرى، للذي يرى، والكل سيرى. وقد ذكرت أكثر من آية هذه الحقيقة: وإن منكم إلا واردها، فلا ورود دون رؤية. وقلنا أن الورود، شرحنا هذا في مقامه، أن الورود ليس الدخول، وإنما الإشراف والرؤية. فلا ورود دون رؤية، ولا إشراف دون رؤية. وتذكرون قصة موسى عليه السلام: فلما ورد ماء مدين وجد عليه. إذن المعنى هنا ليس دخل، وإنما أشرف ورأى. الآن عندنا نوعان من البشر، نوعان من الإنسان. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. يبدو هذا الجحيم مرتبط بالطغيان، والطغيان كما جاء في المعجم قالوا هو الخروج على الحد. فإذا طغى النهر فاض، وإذا طغى الماء في العين دمعت، وإذا طغى الماء في الخزان دفق، وإذا طغى الإنسان في منصبه ظلم، وإذا طغى في الظلم أفسد، وإذا أكثر في الإفساد تدخل الله عز وجل، كما ذكرت سورة الفجر: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. إذن فأما من طغى، الآن يصف الله عز وجل صفة لهذا الطاغي أنه آثر الحياة الدنيا. ولا شك أن إيثار الحياة الدنيا على الآخرة سبب من أسباب الطغيان، نتيجة من نتائج الكفر، مع الإصرار عليه سيؤدي هذا إلى الطغيان.
آثر الحياة فضل المشاهد على الغائب، فضل الماديات على الحسيات، فضل القريب الفاني على البعيد الباقي. قال: فإن الجحيم التي ذكرها قبل قليل التي برزت هي المأوى، والمأوى يعني المقام. الفريق الآخر: وأما من خاف مقام ربه، ماذا يقابل الطغيان؟ خوف المقام. وأي مقام؟ مقام الرب، هذا الرب، لم يقل مقام الله، وإنما مقام الرب الذي يربي، الذي يرزق، الذي يعتني، الذي يدير الشؤون، الذي يخدم، الذي يحمي، الذي يهيئ. فلا شك إذا خيف مقام الله عز وجل الذي يتصف بالربوبية، سيؤدي ذلك إلى أن يكون هناك جدار بينك وبين الطغيان. دائما تزرع الرقابة الداخلية، دائما هناك واعظ من داخل الإنسان، وهذا ما نسميه بتزكية النفس التي تؤدي بنا إلى تقوى الله. نسأل الله أن يعيننا على تزكية أنفسنا، وأن نكون من أهل التقوى ومن أهل مخافة مقام الرب سبحانه وتعالى. ورد أيضا في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان. إذن خوف المقام هذا مهم جدا، ولا يقبل بأي حال من الأحوال أن يخاف مقام العباد ولا يخاف مقام رب العباد. يعني هذا يمكن تكون رسالة لكل من هو في منصب أو في سلطة أو ما شابه، تذكروا هذه الآية. طيب، ماذا يترتب على خوف المقام؟ ماذا يترتب على تقوى الله، على زرع التزكية في النفس؟ أنه سينهى النفس. أنت لماذا تزكي نفسك؟ حتى تأمرها، وحتى تقودها، وحتى تأمرها، وحتى تنهاها، وما إلى ذلك. إذن ونهى النفس عن الهوى، والهوى هو ذلك الخاطر الذي ينشأ في نفس الإنسان، الذي يميل به إلى حب الذات وإلى الأنا وإلى تقديم الدنيا على الآخرة، شهوات النفس وهواها. فالنتيجة الجنة. إذن الطريق إلى الجنة يبدأ بهذه الخطوة: تقوى الله سيطر على النفس، تقوى الله تزكية النفس، تخاف ربك وتترجم هذا الخوف بقضية عملية وهي إدارة الذات، إدارة النفس، تزكية النفس، ما تسعى وراء النفس، ما تسير وراء شهواتك وراء ملذاتك وما إلى ذلك. وإن سقطت في فترة أو في مكان أو في مقام، تقوم لا تبقى. يعني الإنسان ليس معصوما عن الذنوب، ولكن هناك باب دائما مفتوح، هناك باب دائما مفتوح للتوبة والعودة. الآن الفقرة الأخيرة في السورة: يسألونك. وقلنا الفعل المضارع يدل على الاستمرارية، وهذا لم يتوقف، وكان من خطة منسقة منسجمة بين أهل مكة وأهل مدينة، وعندما أقول أهل مدينة العرب والمنافقين واليهود، على إحراج صاحب الفكرة الجديدة، صاحب الدعوة الجديدة، من خلال توجيه أسئلة شتى للتشكيك في صدقه والتشكيك في صدق الرسالة، وبالتالي جعل الناس ينفضون من حوله. يسألونك عن الساعة، أي يوم القيامة، انتهاء الحياة، وهذه القضية الجدلية التي جاء جزء عما بمجمله الحديث عنها، وهذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله في سورة النبأ في الحلقات القادمة. فيسألون أيانا، أيانا، وهذا اسم استفهام يسأل به عن الزمان. أيانا مرساها، أيانا مرساها، ولاحظوا الإعجاز في التعبير، كأنها قافلة تسير وسترسو. فيسأل هنا عن الزمن، الزمن متى؟ أجيال ذهبت وأجيال ستذهب، والناس لا ترى إرهاصات. فالله سبحانه وتعالى ورد في القرآن في سور عدة أن هذا الأمر
اختص الله بعلمه سبحانه وتعالى. وتعلمون الحديث المشهور الذي قال فيه جبريل عليه السلام للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فأخبره بالإجابة المشهورة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وهذا أصبح يقينا في عقيدتنا أنها من علم الغيب، وأنها فقط بعلم الله سبحانه وتعالى، والله لا يطلع أحدا على الغيب إلا من ارتضى من رسول، ولم يطلع أي رسول على يوم القيامة. الجواب فيما أنت من ذكرها، فيما أنت من ذكرها. هناك أكثر من طريقة لقراءة هذه الآية. فيما أنت من ذكرها يعني أنك أنت يا محمد لا تعرف الإجابة، أو فيما نقف أنت من ذكرها أي أنك بمبعثك كنت من علاماتها. الآن نرجع إلى فيما. فيما هي في ماذا، وهذا في اللغة العربية إذا جاء حرف الجر وبعده اسم الاستفهام ماذا، العرب تختصر وتدمج، تختصر وتدمج، فنقول بما، لما، فيما، عما، إلى ما، وهكذا. فيما أنت، في ماذا أنت من ذكراها، أي لا تعرف أنت المبعث إليهم رسولا موعد هذه الساعة. ثم الآية التي بعدها كأنها تبين وتؤكد: إلى ربك منتهاها، منتهى السير. وهذا يؤكد قول الله عز وجل: إن الساعة آتية، أي أنها تتفاعل في الكون وهي في طريقها، كما تمخر السفينة الكبيرة المحيطات والبحار لترسو في مرسى أو في شاطئ مرسوم لها. فالساعة تتحرك منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام، والأحداث تتسارع وسترسو يوما ما في زمن ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم يوضح أن وظيفتك يا محمد أنك تنذر بها ولا تخبر عن وقتها، فلا حكمة من الإخبار عن وقتها، وظيفتك الإنذار، ولا يستفيد من هذا الإنذار إلا من يخشاها. يخشى من؟ في اللغة العربية الضمير يعود على أقرب اسم مذكور وهي الساعة. أنت تنذر يا محمد يعني يستفيد من هذا الإنذار من كان في قلبه خشية. الكفار ما كانوا يعني حقيقة عندهم شيء من هذه الرهبة، فكانوا يستعجلون بالساعة. المؤمن يعرف أن هذه الساعة انتهاء الأجل وانتهاء الفرصة وتوقف العمل، فيشفق حقيقة من ذكرها والحديث عنها. نسأل الله أن يختم لنا بالحسنى جميعا الحاضرين والسامعين، ومن يمت لنا إن شاء الله تعالى. وبالتالي فيما أنت من ذكرها يا محمد إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها. الآن في الآية الأخيرة يذكر حقيقة عقدية: يوم القيامة عندما يستيقظ الناس لن يعتقدوا أنهم ناموا وفقدوا الإحساس بالزمن، وبالتالي كأنهم يوم يرونها، نتكلم عن الساعة هنا، يوم يرون الساعة أي بشقها الثاني وهو البعث، وهي القضية الجدلية، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. العشية هو المساء والضحى هو الصباح، فكأنك نمت ما بين مساء إلى صباح، فهو أقل من يوم، أقل من يوم. وهذا من باب عدل الله سبحانه وتعالى، أن الموت يلغي الإحساس بالزمن من الناحية الفيزيائية وليس من الناحية النفسية. الناحية النفسية كل إنسان له إحساسه المتعلق بمكنوناته، لكن من الناحية الفيزيائية لا يشعر الإنسان بالوقت، كما أنك عندما تنام لا تشعر أنك نمت من العاشرة مساء إلى السادسة صباحا. تقول والله أنا فقط كأني وضعت رأسي قبل قليل واستيقظت
الآن. إذن كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. إذن تختم السورة بتحقيق هذه الوظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتركز على أن الخشية هي التي تربي في النفس التزكية، وهذه التزكية هي التي تنفع صاحبها إن شاء الله تعالى. نقف إلى هنا ومع لقاء آخر، جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.